تجربتي بـ AUM كانت وايد ممتعة وتعلمت وايد بأشياء بأكثر من مجال. دشينا روبوتكس كلوب وشاركت بأكثر من مسابقة. آخر مسابقة دشينا فيها كانت الفيرست جي سي روبوتكس كومبيتيشن والحمد لله حصلنا على المركز الأول فيها. تجربتي بـ AUM كانت وايد حلوة في إني أطور من نفسي، في إني أكون أكثر جرأة، إني أشتغل مع ناس جدد في أشياء جديدة أجربها. ومن أهم الأشياء اللي أنا سويتها يعني حسيت إنها وايد قريبة مني إني اشتركت بالجي سي سي روبوتكس كومبيتيشن، كانت إضافة كبيرة لي وتجربة وايد حلوة. To summarize my life in university, I summarize it in one word, which is satisfactory. This gave me the freedom of speech and expression. أكثر شيء أشتاق له بأي يوم واشتكت له صراحة بأي يوم هو زملائي اللي قضيت معاهم 5 سنين. كنا نتشارك بكل اللحظات، بالتعب، بالشغل، بالامتحانات. بعد الدكاترة كانوا موجودين دائماً حقنا، أي سؤال أي استفسار كنا نحتاجهم فيه كانوا دائماً موجودين ويساعدونا. المكان نفسه راح نشتاق له بعد لأنه قعدنا فيه أكثر مما قعدنا ببيوتنا. So what I miss about AUM is my colleagues, the teamwork, the events and projects, my instructors, my life in AUM and this cool environment. اللحظات اللي فقدتها بالAUM هم دكاترتي، زملائي، أجواء الجامعة، لحظات اللي كنت موجودة فيها بالروبوتكس أو إن الأكاديميك أكتيفيتي داي لما كنا نسوي بريزنتنج حق البروجكت، شلون كانوا يثنون علينا دكاترتنا، هذه وايد أشياء فاقدينها الحين. أكثر شيء اشتقت له بAUM إني أشتغل على مشروع أنا وايد حابته وأعطيه كل جهدي ووقتي. اشتقت حق الأكاديميك أكتيفيتيز أند بروجكت فير اللي نعرض فيه مشاريعنا ونشرحهم حق الدكاترة وزملائنا. This graduation is for my parents. I want to make them proud. It's for my mother and my father and for my grandparents for letting me reach this part of my life with high honors. I'm so excited about this day. I've been waiting for a long time. I really can't express my feelings coming to the stage and make my parents proud. شعور بيوم التخرج هو أشياء متناقضة، هو فرح، هو متحمسة، هو فخر، هو خوف، كل شيء مع بعض. مختصر اللي قدمته كله ب5 سنين، تعبي، جهدي، ما تعب هدر. وودي لو أطلع الحين على الستيج وأخذ الإنجاز وأكون فخورة فيه كون إن أهلي قاعد يشوفوني الحين. شعور التخرج مختلف طبعاً ومختلط، في حماس، في خوف، في فرحة، في سعادة. بس الحمد لله بعد كل التعب اللي قضيناه بأيام احنا سعيدين وفخورين بالتجربة هذه. الحمد لله بعد 4 سنين تخرجت من AUM مع مرتبة الشرف، فخورة بكل لحظة كنت فيها بAUM، بكل إنجاز حققته فيها، فخورة بكل شيء صار لي بالجامعة، وتجربة ما تنسي صراحة. واختم كلامي صراحة في أبيات جميلة: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء.